من كان يرجو أن يكون رفيقا لنبيه أو أن يزيل الضيق أو أن ينير الله كل دروبه بصلاته ويحالف التوفيق فعليه بالإكثار في أيامه مما يحلق بالفتى تحليقا وهو الصلاة مع السلام على الذي قد كان بالخلق العظيم خليقا ما كان إلا صابرا ومصابرا ومجاهدا من أجلنا ورفيقا لولاه بعد الله كان مصيرنا نارا نذوق بها لظى وحريقا صلوا عليه فإنكم بصلاتكم تستسهلون إلى الجنان طريقا كم مكثر كانت سبيل نجاته أبدا ولولاها لكان غريقا يا رب صل عليه واجز محبه روضا إذا قام الحساب أنيقا إنا لنرجو أن نكون جواره ونجاور الفاروق والصديقا إنا لنرجو أن نكون جواره ونجاور الفاروق والصديقا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.